أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: الدعوة للأفراد والأشخاص. بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بالتبليغ للأفراد والأشخاص. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر رضي الله عنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صديقا في الجاهلية. كان دايما سيدنا أبو بكر صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام، يحب يجلس معه قبل إعلانه صلى الله عليه وسلم بالدعوة أو قبل دعوته. فلقيه فقال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك، يعني لم تعد تجلس في مجالس قومك، واتهموك بالعيب لآبائهم لآبائها وأمهاتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله أدعوك إلى الله. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر، على طول فورا أسلم، ما تردد وما تلعثم. فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. وما بين الأخشبين يعني ما بين الجبلين، يعني ما فيش حد في مكة أو ما فيش حد بين الجبلين المحيطان بمكة اللي هم بيسموا الأخشبين، أكثر سرورا من النبي صلى الله عليه وسلم وفرحا لفرحه بإسلام أبي بكر. ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، فأسلموا رضي الله عنهم جميعا. ثم جاء الغد بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا رضي الله عنه. يبقى سيدنا أبو بكر أول يوم دعا عثمان وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، أربعة. وفي ثاني يوم عثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، خمسة. يبقى الواحد دعا تسعة سيدنا أبو بكر من السابقين إلى الإسلام، كذا في البداية. وذكر ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ يعني صحيح الكلام ده اللي احنا بنسمعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر، فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام. ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر. الكبوة هي الوقفة عند الشيء يدعى إليه الإسلام، يدعى إليه الإنسان أو يطلب منه. نعم. والنظر اللي هو التأمل. إلا أبا بكر ما عكم عنه، يعني ما تحبس وما انتظر ولا عدل عن الإسلام. ما عدل عنه، ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. ومعنى عكم يعني تلبث. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله فلم يقر ولم ينكر،
منكر، فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن حديثه وحسن سجيته صلى الله عليه وسلم، يعني حسن الطبيعة وكرم أخلاقه، ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله تعالى؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ولا عكم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة، وفيه كان حصل خصومة كده بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها، يعني ما أوذي أبو بكر بعدها، وهذا كان نص على أنه أول من أسلم رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال، أول من أسلم على الإطلاق السيدة خديجة، وإن قلنا من النساء صدقنا، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة أو زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح الحبشي، دول هم الذين أسلموا في أوائل الناس، أول من أسلم يعني من المسلمين. دعوته صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فجعل الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان. ومعنى بنى عليه الإسلام أي أقام عليه بنيان الدين، وهدم به الأوثان أي محى به الكفر. نعم. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير مجالد ابن سعيد وقد وثق انتهى. وعند الطبراني من حديث ثوبان فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الصحابة رضي الله عنهم الشدائد في تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضي الله عنهم الشدائد. وفيه: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبعيه، يعني بضبعي سيدنا عمر، يعني بمنكبيه، وفي رواية يعني مش المنكب، الضبع اللي هو وسط العضد، يعني من هنا كده مسكه من هنا ومن هنا كده، وقيل الضبع اللي هو تحت الإبط من هنا كده مسكه من هنا. وقال: وهزه، هزه يعني حركه بشيء من القوة، بقوة وعنف كده. قال: ما الذي جئت تريد، وما الذي جئت، يعني ما الذي جئت له، ما الذي أتيت من أجله؟ قال له عمر: اعرض علي الذي تدعو إليه. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم عمر رضي الله عنه مكانه وقال: أخرج، أخرج. والمعنى يعني أخرج إلى الناس وأدعوهم إلى الله تعالى جهارا، أشهر بالدعوة يعني. وعند أبي نعيم في الحلية عن أسلم قال: قال لنا عمر رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي أو أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا: نعم. قال: كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دار عند الصفا، فجلست بين يديه، فأخذ بمجمع قميصي، ثم قال: مجمع قميصي يعني ملتقى قميصي من الجانبين، أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهده. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة. فذكر الحديث
يعني الإسلام فضل سرا لغاية ما عمر بن الخطاب دخل الإسلام وجهر به. أول من جهر بالإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأول من جهر بالحق. وطبعا قصة إسلامه فيها شيء من التفصيل لسه هيأتي بعد ذلك، لما الراح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولقي رجل من المسلمين فقال له أين تريد يا ابن الخطاب؟ قال أريد قتل محمد، أذهب إلى هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسف أحلامنا وعبد ديننا وإلى آخر الكلام يعني. فقال يعني ارجع فانظر أختك، يعني شوف أختك بقى. فرجع إلى بيته، فكان طبعا السيدة فاطمة بنت الخطاب أسلمت قبله وزوجها سعيد بن العاص، وكانوا يتدارسان القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. لما دخل وضربها لطمها لطمة شديدة ودميت، بعد ذلك رق قلبه لها. يعني شوف قصة إسلام سيدنا عمر جاءت منها كالراح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس أو يوم الأربع، وأسلم عمر يوم الخميس، استجيبت الدعوة مباشرة. فبعد ذلك أراد أن يأخذ من يدها صحيفة مكتوب فيها قرآن فأبت، فقالت له إنك إيه مشرك أو نجس، فلابد أن تغتسل حتى أعطيك هذه الصحيفة. طبعا بعد ما ضرب أخته ونسال منها الدم رق قلبه لها، فبعدما اغتسل وقرأ الصحيفة وكان فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صدر سورة طه، فوقع الإسلام في نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وأسلم. وفي رواية أخرى يرويها سيدنا عمر عن نفسه قال أول ما وقع الإسلام في نفسي أني كنت أذهب وأسمع القرآن من خلف الجدار من النبي صلى الله عليه وسلم. كان المشركين كده يروحوا يسمعوا القرآن من خلف الجدار والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فيلقى بعضهم بعضا فيقول ما الذي جئت له؟ قال جئت أستمع. طبعا كلام القرآن يعني هم عرب، فكان بالنسبة لهم سحر يعني بيبهرهم، فلا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم من السماع. فيتواعد الرجل مع الرجل ويقول له تعدني أنك لا تأتي، يوعدني أن أنت ما تجيش في بعد كده، فيوعد بعض، ولكن لشدة حلاوة القرآن لا يستطيع أحدهم إلا أن يأتي في الليلة المقبلة، فيأتي. فيلتقيان الاثنين اللي توعدوا امبارح أن ما يجوش يتقابلوا تاني ليلة، فيقول له أنت إيه اللي جابك؟ يقول له أنت إيه اللي جابك؟ يقول له أنا جيت أشوفك أنت جيت ولا ما جيتش، يعني صدقت ولا ما صدقتش. سيدنا عمر كان في إحدى المرات يسمع القرآن من خلف الجدار والنبي صلى الله عليه وسلم في الليل قائم يصلي ويتلو كتاب الله تعالى في الليل، فقال فافتتح سورة الحاقة وقرأ حتى وصل إلى قبيل نهاية السورة، فقلت في نفسي والله محمد هذا شاعر، الكلام اللي بيقوله ده يعني ما حصلش. فقرأ قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، قلت في نفسي سمع مقالتي من وراء الجدار والله محمد هذا كاهن. فقرأ قوله تعالى وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون، فقال فوقع في نفس الإسلام من ساعتها. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفي المرة القادمة نكمل دعوته صلى الله عليه وسلم لعثمان وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.